الأزل عمد الإنسان إلى توثيق كل ما يتوصل إليه من معارف واكتشافات، وجيلاً بعد جيل تنوعت الطرق التي استخدمها لتوصيف واقعه وتخليد منجزاته. الفوتوغرافيا لم تكن واحدة من تلك الطرق وحسب، بل تعد اللحظة التي جمدها نيس فورنيابس في منتصف القرن التاسع عشر لحظة ولادة للغة جديدة نتحدثها بصمت. وبعد 10 أعوام من تلك اللحظة تمكن البارون سيغيه من صناعة أول آلة تصوير، وكان وزنها آنذاك 14 كيلوغراما. لقد ازداد الهوس بهذه اللغة الجديدة، وسارع الكثيرون لإتقانها، وكانت هناك العديد من المحاولات لإضافة شيء من الحياة على هذه الصور. وفي نهاية القرن التاسع عشر تمكن الأخوان لومير من تحقيق النجاح في صناعة الصورة المتحركة السينماتوغراف. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية انطلقت الصور إلى السماء ممتطية موجات الأثير لتصل إلينا أينما كنا. أحدثت الصورة المرسلة ثورة في الصحافة والسياسة ووسائل الترفيه والسلوك الاجتماعي، ولا زالت كذلك، ولكنها في معظم الحالات تكون موجهة لخدمة من يمتلكها. ازداد استهلاك العالم للصورة بظهور الانترنت والإعلام الجديد. الملايين من الصور يتم تداولها يومياً، إما ثابتة أو متحركة، وتحولت العدسة من عين على الواقع إلى يد قادرة على تغييره والتمهيد لصناعة واقع جديد. الصورة ليست متعة بصرية فقط، بل يوجد خلف كل صورة قصة وربما أكثر. صورة تدين جرما، صورة تنشر سلاما، وصورة توثق نصرا، صورة تخلد مجدا، وصورة تغير فكرا، صورة تبث أملا، وصورة توقظ حنيناً.